سوري يا نجوى، مشكلة صغيرة في الحسابات كده، كان لازم ياخدوا رأيي فيها. هو الريستوران ده تبع حضرتك؟ لا، المطعم مش بتاعي بس أنا شريك فيه. إيه مالك استغربت كده ليه؟ لا خالص، بس يعني غريبة قوي، يعني بورصة ومدارس وريستوران، يعني كل حاجة ملهاش دعوة ببعض خالص. كله بيزنس، وأنا اتعلمت بخبرتي إن أنا ما أحط ثقتي في شخص واحد ولا أحط فلوسي في مجال واحد. السوق قلاب، اللي بيكسب النهاردة ممكن بكرة تحت أي ظروف يخسر. سيبك بقى من البيزنس وخلينا في اللي احنا جايين عشانه. تمام، اتفضل. شوف يا ستي، اللي أنا أعلنته النهاردة في الحفلة ده، أنا قعدت أنا ومجلس الإدارة فترة طويلة ندرسه. لقينا إن التوجه الجديد بتاعنا ده محتاج إدارة جديدة، وقررنا إن أنسب شخص يدير المؤسسة دي هو ابن المكان، يعني هو أكتر واحد عارف المؤسسة دي كانت إيه وهتبقى إيه. صح طبعا، كلام حضرتك مظبوط. اوكي، واحنا قررنا بالاجماع ان انسب شخص يمسك البوزيشن ده هو انت. انا؟ ايوه انت، ده بعد تصفيه ومنافسه كبيره بين اسامي مديرين المدارس. وحضرتك بس انا مش فاهم، هو حضرتك تقصد ان انا اكون المسؤوله عن كل المدارس التابعه لمؤسسه الفا اديوكيشن؟ بالظبط كده. هو طبعا انا طبعا مشكوره جدا انك بتثق فيا وتحطيني في المنصب ده، بس دي مسؤوليه كبيره جدا، انا مش عارفه اذا كنت هكون قدها ولا لا. انا متاكد انك قدها، وما انك انت هتبقي المسؤوله عن المؤسسه، انت هيبقى ليكي حق الاختيار للتيم اللي هيشتغل معاكي. ايوه بس حضرتك انا المفروض احنا عايزين نتحرك بسرعه، مش عايزين نضيع وقت. انا بصراحه مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش حاجه، خلينا نتعشى دلوقتي وخدي وقتك وفكري، بس ما تتاخريش عليا في الرد. اوكي.